نوال، أنت قلت الآن أنه في لحظات الضعف اللي تمري بها تقولي بلي مزيه كاين ربي، ربي راه يسير في كلش، ولكن لماذا الإنسان بصفة عامة يتذكر الله في الأخير، في الأخير باش نتفكر ربي؟ علاش ما تفكرش ربي في الأول؟ بصح شكون قال لك يعني هي ما تفكرتش ربي مثلا او انا او انسان اخر؟ لا، ولكن في الاخير نرجعوا دائما للاله اللي اون سي كو فوالا سي كومون ديريج ما بيرسونيلمون ميم سي جو نو سوي با براتيكونت ا 100% يعني ماشي حنكذب عليكم نقول لكم ندخل وانا نصلي وندير ودير نو مي جي فريمون فوا اون ديو دونك il est là على بالك il est اللي présent ايمان dans ma vie هذه الكلمه تاع ماشي كي نكون ماشي مليحه باك اللي نلجا ليه ولا نروح ندعي مي في الاخر وين نلجا للخالق و جي بيزوان دو 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 هذا النقطه تاع كي قلت لي جو سوي با براتيكون تاع 100% هذه الكلمه برك دوك يشدوها عليك معليش انا نتحمل المسؤوليه ربي هو اللي خلقني هو اللي حاسبني ماشي وكاين وحدين لما يجوا في البلاطو تيلي يقولوا نو حنا هوني براتيكون حنايا وحنايا وحنايا يعني كنت قادرة تقولي أنا جو سوي براتيكونت ولكن أصريتي على أن تكوني بزونيت أون فادير بون جات هكا بكل تلقائية مانيش حابة ندخل في الموضوع لأنه أنا بالنسبة لي تبقى مسألة شخصية وعلاقة بيني وبين الخالق ندخل في التفاصيل هذه تاع براتيكونت با براتيكونت شكون هو الأهم أنك تكوني براتيكونت ولا أنك تكوني كرويونت؟ كرويونت سي امبورتون Pratiquante, oui, pourquoi pas, madabi, hein. Mais après, bon, je ne sais pas, الإنسان راح يلحق للتوازن.